أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتأهيل شركات التطوير العقاري أسهمت في تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية المختلفة خلال الفترة الماضية. وأشارت الرميحي إلى أن هذا البرنامج يسير على الطريق الصحيح، حيث شارفت أولى تجاربه والمتمثلة في مشروع تنفيذ 132 وحدة سكنية على الاكتمال. قد شهدت الفترة الماضية سرعة في وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية المختلفة لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتأهيل شركات التطوير العقاري، وأؤكد لكم اليوم أن هذا البرنامج ولله الحمد يسير على الطريق الصحيح، حيث شارفت أولى تجاربه والمتمثلة في مشروع تنفيذ 132 وحدة سكنية على الانتهاء، وسيوفر البرنامج آلاف الوحدات السكنية على مدار 10 سنوات. كما لا بد من التأكيد مجدداً على أن المشاريع التي يوفرها برنامج حقوق تطوير الأراضي جميعها موجهة إلى فئات المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة وبنك الإسكان، حيث نسعى من خلال هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتنويع الخيارات أمام المواطنين وبأسعار تناسب التمويلات الممنوحة.